سنة. لكن من عقب ما تعدى 85 بدلنا حرارة بوزنت عادي. تعال تعال يا أخي اسمع، حرارة 85 البوز طبيعية. ما طبيعية محتر 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 عادي. بس 90 أنت الظاهر أنك 90 يبقى تفتح كبوت. دقيقة دقيقة دق افتح كبوت يا رجال، ما في كل العافية. أقول لك من 65 إلى 66 حولها. طبيعة تنبيني. إيه بشت ما يرتفع. ترى والله يا أخوي. أنت أهم شيء شيك على الماء والزيت اللي أنا قصدين. سمعت؟ ترى كل رد ردين لازم تشيك، كل رد لازم تشيك طال عمرك على نفسك، تشيك زيتك، تشيك ماك. و متى من قبل كم تشيك؟ كل رد أنا شيك، حريص أنا على المواتر. ما شاء الله. أبد النقص شوي كم تودي ردود به؟ والله على حسب يعني. تثريث؟ تثريث اودي لها 5000. لا تدري تدري ودي حوض ولا احنا لا لا بجيب لك ماء. لا تجيب الماء. ها لا قصري والله ما نجيبها في سدات. ليه؟ بس خلع. طيب ايوه انت شخصيتك يعني انك ايش يعني؟ يعني اني باسم. بس واحد قال لي انت باسم عليك ظروف. ها واحد قال لي انت مو باسم انت خاصم. خاصم اي صح خاصم. واحد قال لي انت باسم ناقص ظروفين. كيف ظروفين؟ ما ادري يعني ناقص فقرتين يعني قصير شوي. واحد قال لي انت باسم لو قال ناقص عقلين قال ممكن. واحد قال لي انت باسم بس اجلد ما في كل حياة. قلت له ها ها يعني كل نقط علي قطة صراحة تقبلتها بصدر الحمد لله. ترى الحمد لله هذه والله ما جاوبك يا ابو مبارك. عندنا احنا اياها في هذه القناة. ترى يوم يحبونك ترى لو تظهر من عاد طقطق عليه ما عاد احد. ما عاد احد نطقطق عليه صح ولا احد نوجع بالحكا صح. بيض الله وجهك. وجهك ابيض. وجهي ابيض. وجهي ابيض الله يطول عمرك. وجهي ابيض من هاللمبه. انا خاف الحين من عاد طقطق عليه المظهر تبعك. اي حطني شماعه. ها؟ شماعه. كيف؟ تعلق فيني اي شيء. ايه. ايه وانت الحمد لله انك جيت البرنامج، تدري ليش؟ ايه؟ ما لو انك ما انت في البرنامج من يضحكني هنا وينخبل قدامي؟ ها ايه ضحك اهون الحمد لله. الحمد لله انك والله العظيم لك بدك اقسم بالله. ايوه الحمد لله انك جيت هنا عشان اعرف الفرق بين الانسان و الله يطول عمرك والله دائما تمدحني وشبيه الانسان بالحيوانات على راسي يعني. يا ابو مبارك مدحك وافي والحمد لله عرفنا انس قدرنا نفرق بين الفقمه والانسان الحمد لله. حلا بجيب 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 والله إيه أهم شيء الأكل. يلا روح روح. بعدين الحمد لله إني تعرفت على أنس. تدري ليش؟ لأني عرفت إن ما كل دب كسول. طلع ما شاء الله دب رشيق ونشيط. إيق إيق نهيق. تعرف النهيق؟ صوتك. صح صح ما فيها شيء. هلا لبيه. تكفى أبو شبيب. أبو شبيب. أنس. وازع. وازع حمد المسردي. ايوه مهذل. مهذل علي الشمراني. ايوه نواف بن فرزان. ايوه ونعم اتقطع ليه ما تقول ليه ما تقول ليه ما تقول ابو معجب والله هدي اذنكم العشاء وحمى وحمى وتعبان والله انت معنا في الجلسه. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. حيمن جاب المهاجر ودله والبريق مخدر ابو معجب اولنا. والله ما عليك جود يا ابو مشعل انت والله واضح نفداك انت كفو ابو مشعل ونفداك على واجب يخصك. في واحد في واحد اسمه ابو خالد. في واحد اسمه ابو خالد مضيع هنا في الديره ما عينته. ايه بس 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 انا يحوس هنا وين عنده شديد شديد الله يعينه ان شاء الله. المهم يا ابو معجب اسلم. فالحمد لله يعني عرفنا الفرق بين الانسان والقرد. خصائص القرد وخصائص الانسان يتشابهون لذلك العلماء دائما يختبرون اختبارات على القرد يعني. بس ترى القرد له فوائد. ايه وش له فوائد ترى مو فاكهه هو يعني بس يعني يعني له يعني مكانته وتقديره. محشوم 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 القرد دعا على خربها خربت السالفه. اطلع اطلع محور ثاني. صوته لما قاعد يطب الراس. اي نفس صوتك رديتها حقت النهيك. واحده بوحده والقلوب انضاف. واحده بوحده والبادي يضرب. لا احنا شو نطقطق على بعض عرفت.
هو يجلدني وانا اجلده. خلاص طيب مثلا تدري لو ما مثلا يا ابو مبارك يلا الحين دورك جلدني. لا لا اجلدك من زمان لكن خلينا الحين الحين لو قالوا انت يا فارس مثلا ما انت انسان بس ما انت انسان بس انك حيوان حلو ها وش تختار اي حيوان؟ اختار هذا صعب من غير المفترسه انا دائما انت بحول اليف المفترسه اكلت اللحوم كبها ما انت اختار طال عمرك بعير بعير مفترس لا مو مفترس هلا والله انت رقبتك طيب لا ما يعتبر مفترس ما يعتبر مفترس ولا ياكل اللحوم البعير يسمونه اتله لا هذا مرض يجيه اتله يعض الناس وعد هذا ما هو مرض ما هو مفترس اصير بعير اما انا وانت وش تبي تصير؟ البهد ايش ابوك؟ لا هلا والله لازم تصير معي في البر غير مفترس لا ايش انا في رؤوس الجبال وانت في الارض ترعى ما عليه بس انت معي مثلي لا والله بس نوع ثاني يعني سياره تلبل سياره لوري وايد انت ما تقول انت لا ما خلي اسلم طبات اي اسلم تفضل يا ابو انا الهد شو بقول رجال انت مبيت. انت اصلا فهد واسد وذيب كلهن سوى لا فهد تراك بي ترى فهد شو بقول واسد وذيب والله ما عدي هالاسم ذا عنك كل الكفر انت يا مشعل ابو مشعل وش صار؟ اختار ونعم ونعم ملك الغابه من اول لا ارحب يا ابن فرزان نمر 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 زين مرحبا ها ما لي بظاهر في برد لا بتظهر معي بتظهر بتظهر تكفي ابو معجب حمومي يا رجال والله العظيم اظهر انت تكفي ابو معجب يا عمي شرار راسك نبداك ما يجي ابو معجب نبداك انت خرج معنا ابو معجب تذكر تذكر يوم ايه ابو معجب هبي اهو مزين ذا الريح وش 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 اسمه ابو معجب عساف. تذكر يوم نروح الشمال طال عمرك وانت تنفض من الحراره قلت لك تكفي ابو معجب ذبحنا الحراره يوم انك توقف جنبي طال عمرك ويفوح راسك شنار وشرار كانك دفايه ترى ما علمتك ثم وش قوم راسي ها تذكرت الجماعه والرهاق اوه يوم جريت الصوت وش قلت؟ جريت قلت يا جماعه ضلوعي لبسوها صفايح راح فيها ترى تصدق يا ابو مبارك ولا يهون الربع اللي بعض المرات ما احتاج ولا عشان اشوف ادري هذا اللي قال حطب وحط راسي خمس ثواني هذا اللي عاجبني فيك زين تقول يا رجال مشغول الرجال يطبخ هذا اللي عاجبني فيك هذا اللي خلى الحمه فيك هالحين هرح لا تعال مدح ذا كله مقتول الحم ولا بيطلع ما علي بضاحك اغسلوا يديك هو يخاف يخلصونه انا خايف اظهر عليكم واشوش تقدم فحم توي افحترق القعيه هو ما يشحن السطر والشرار اللي براسه الا ساق الشاص طال عمرك على خط الدار اللي قال كيف قال كيف يقول؟ هو وش مشغل؟ لا عيسى العسان يوم يقول له الله على الجمس لولا بس انت راكب شاص خله شاص الله على ليا وش داري سوت لا هذه ولا وش يسوي الاريال؟ اهلي سعد وجيبوا دلو طيب الاريال وش يسوي؟ يدغدغ السحاب اي كذا فوق وكان يمشي يطبلونه يعني ها يعني اريال هي دغدغ الباب الوراني اي يضرب كذا باب الصندوق باب الصندوق ها مهبل مدري وين؟ راح مهبل برا انت من يوم ولدت وانت كذا شنب الحمد لله تصدق مره ابوي نزلني في جبال قال روح مع البل ولد اروح مسجيت من البل فاذب في الجبال فحول الجبال انا قمت كنت خليني اتمشى وسط الجبال الا وينطحني حول ثلاثه فهود اقصرها اثنين وانطلب نار وفهد تم المهم اقبل علي بيني وبينه يمكن حول ثلاثه كيلو ثلاثه كيلو اقصرها كيلوين كيلوين كيلو ولين البندق في يدي تم كيلو ازوبل ما تمر عليه ما مسك واذبح اقصرها شوي هج ما عاد لك كيلو هج هالمهم خليت البندق وكم تعشيت ذاك الليل تعشيت منه بيض الله وجهه ما يوكل المهم حولت قلت يا ولد ما دام اني صرت بهذا خليني اروح اكمل واحول مع وسط الجوال وينطحني طوال عمره السلامه الى هي شوي
18 17 رشد اكسرها شوي تكفى 12 13 ملك غابه اكسرها 7 او 8 تكفى انك بك عشان 7 بيد واحده 3 خلها 5 ما عاد 5 يلا عشان 5 المهم تمت البيعه 5 المهم وانزل البندق سطح البندق سطح البندق امسك الخمسة اسود كذا ودنا مرقبه اب 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 ايه طاح اني طالبك تكسرها عن كسرت الرقبه ما واجد كف والفها اي لين دخلت ايوه هذا اللي صار اما يوم تعديت قول لي بس والله يا ابو شبيب حراره والله صدق خلوه على راحته ابو معجب المهم يا للهو المهم يا طال عمر السلامة ما هذه لا انها حرارة نعم المهم اني بغيت ادور صوب البل خابر البل مع الشاه قلت يا ولد باقي على اذان العصر نص ساعة ساعة خليني اكمل لعل عشاء المهم يوم خيت لانه مقبل علي الدب القطبي في صحراء في صحراء الدب بري البري البري القطبي هو ضيع يوم انه يروح للشمال المتجمد من كثر مصارعات اللي ما بلونها ابيض البري الغبر ولاني قاعد اجوع ما كليت من الاسد ولا من الذهب المهم اقبل عليه اشعه واحد الحال ترى ما مع احد اقبل عليه فاقول بيدي كذا يطلع عمر ما تخيدي في فرته ما على الكبد على طول دب اكسرها ادخلت يدي ولا الكبد خش ما فيش فوق هو كبير بطنه حطها للبلعوم بلعوم اخترت البلعوم ضربتها بالبندق على راسي ودوخ وظهر فيه منه زي توم جيري صعروه قال ظهره ميت نعم وارفع فرته جماه فوق واتخيد واظهر الكبد لا شك صراحه ود الكبد بعيده يبيك تدخل كامل انت انا دخلت قام يعني انت ما تصير ايه وافلك الرئه وادخل عليه لين يلا ندخل راس مع البلعوم الرئه اسحب الكبت الرئه ما بدينا الامعاء الغليظه ايه اسحب واشتويها وعين الله خير واكل شو الامعاء حلو شويت هيش على جلدك كذا لا شواها براسه ما تشعل كامل ولا لا راسه يقدح سطر شو ولا اخذ كذا وحط على راسي خلاص ما يمكن اكلها ولد خذ مش تحسبت لا اسلم معك المهم ما اكثر يت البل ايه قاسي صم اليوم جيت البل لين بيني وبينها رياجين مثثمين يمكن حوالي 87 يوووو طلبه يبغون ومعجي 67 ترى عدي ترى اخي 67 العتب على النظر الرقم الدوائر 2 وش اسمه 55 55 الله عفا عنك ها سلام المهم يوم اقبلت عليهم بيني ها سلام الرمي ما هو بصوبك انا صوبك هك فاصل قصير وبنرجع لكم يا الربع اي 5 ثواني ان شاء الله وراجعين لكم فيه خلل في اشتغل صابني حبكم ارحموا يا ناس تقايا بماني بنزيا اسفين طولنا عليكم المهم رجعنا لكم اسلم ما لكم في الطويله 55 رجال 55 اي لان متحزمين الرجال يبون البل قلت يا ولد وانزل البندق وما اروح كذا قدامهم واجي مسعى امشي اما 130 140 على رجليك على رجلي ولينهم قايم كذا هم انا جايهم كذا وهم يجيهم صوب الجبل يحسبون عاد من الجبل وانا جايهم كذا من ورا الجبل لفيت كذا يمان معهم بنادقهم ايه هم مادين بنادق كذا واجي اخم البنادق كذا انت مد يدك الحين وانا واجي قدام الافكم وجه امسك ناد كذا لين جمعتها كلها بيد يا الله من طريق 55 من هذا عربي من طريق لكن انت لا ترى اقول كذا لين جمعتها وانزلها مع الناد واجيهم وبقس فيهم يا قال الله اكبر العشاء لاني مخلص عليهم من عصر للعشاء من غير حوم غير ترى ما ظهرت من عند الدب عقب شويه ترى خيتي كسعه واكمل بكبدك كبدي بيك المهم
المهم قاعدين تعبان تعب ما عاد فيني حي ما عاد فيني حي 55 ولين البيت يمكن حوالي 30 كيلو البيت ما عاد فيني وللموتر عند البل ولين المعشاة ما حد جايها هذا بالجبال مرة أخرى ويا أم شرفت إن ذاك بترمى العنوار راح عليه 30 كيلو وأقول لك الربع ما نقولش لاني في وسط البيت لاني في وسط غرفة النوم أي لا لا من راسك يا رياجي ترى ركبتي توجعني من بعد من نطة توجعني ليك ما ترى بقى ونومة لين ما قمت إلا الساعة 8 الصباح والحمد لله رب ترى قصيت وراك ذاك اليوم إيه ظني عندك كل حل لا يا رجل اسمع قصيت وراك يا ريم انت صحيح اسمعني اسمع قصيت وراك ذاك اليوم ولقيت الوادي كله مشتب ادري من شنارك ولا اشتب الشجر واشتب شفت دمون العرب ولا ادري الوادي كله اسود يا رجال ما شافوا الرجال يوم عرضت على بيوتهم فوق ايه فوق قام يطير صوب البيت ايه يقول ما شفنا الا رجال كان صاروخ يوم قال لهم لك الله لك الله اني شفت سيل بدون دين سيل كله دم حمر ما لقوم انت تعبتم ترى تعبت كل يوم مغرزون في ذا الدنيا الله يعفى عنك يا ابو محجوب الله يعفى عنه وعنكم الله والواحد لا يتسارع في امور مثل اللي يرى انا اشوفوني اتسارع لكن خلاص قاعد متعود اسود فهود نمور ترى يجوز عقب هونت لا ما هونت خلاص طريت اجيب حتى الفادي قاعد يشوفني يطق ولا شد لا شافني قام يتهن يتهكم ما حد يطق ترى يوم عشيتنا ذاك اليوم الفهد حنا في جوع في مجاعة ويجوز أكل حرام جيتني الحالك ما تذكر ذاك اليوم جيتني إيه هاجوني عقب الخمر حول 14 رجال ربك عشيتهم وعشيهم في حنيف جولك حنيف والله يا رب بدون حنف بدون والله استغفر الله أنا عليه الحمى حالته بغير أقلب على راسي أقلب على راسي دورج بدورج بدورج لين أشتوى غدا حنود يجيب العافية عشيتهم إياها الحمد لله رب جزاك الله خير جزاك خير ودك تروح عند الطرف تشوف كم الساعة 12 باقي 20 دقيقة على وعدنا كم 12 احنا قلنا 2:30 نفك كم متى انا متى قلب وحده متى قلب ايه هزه 21 دقيقة ترى اليوم تعبان وكذا ولا كان طبخ فوق راسه اجهر رياجي قم يا رجال يا رياجي ما انت بصاحين يا رياجي ايش مالك ابغى لي اشهد ولا اشهد ان نقنقه ما افضل الحين تنشطني ما افضل الحين الين نطلع فينا شرك رجال الداهيه ما شاء الله تبارك الله ها داهيه الرجال والله داهيه الدواهي يتعلمون فيه الله تبارك الله ما عنده الا نبال 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 تقهو كرمت والله صبه عطني ايدك عطني ايدك والله يا ملا تدري عني وراك والله عطني ايدك الكبه في هذاك ترى مو في صالحك ورانا ذا الحين ما حد يخرب شخصيته قبل تدخل تدشين ما حد تخيل انك كنت اليوم يوم زواجك اسمع أيوة. ودقيت بالكشخه اللي يشوفون اخوياك يزيدون المعونه يا ما قبلت قدك داخل مع القاعه ما اجيك ما اقول كذي ما حد جرب تخيل اسمع ايش بتسوي بذاك اليوم اسمع ما جربت حد ينتف شنب تنتيف كذا الا اول تمسي ما احترقت لا ما عليك تنتيف اصابع لا حلو يعني خليك عاقل عشان ما هذا جزاك ذا بينهم عيني يا انا اقول يوم داخل على زواجك خلاص يعني ما عندك لا تبدل ثوب لغه الزواج يسوي زي كذا ايش بتسوي؟ ما حد زد وجهك يكفاك؟ ما حد يذبحك يوم زواجك خليك 10 ضيوف لا ما عليك بس لو وجهك يكفاك ترى ثوب مصيره فرتين في الغساله والامور طيبه زين قلت لك في القاعه جات العافيه جات العافيه قلت لي في القاعه شوي اخوي تسوي يا عرب تسوي ما يبي الثياب اللي تزين يا ابن مرزا لا يا رجال انا ابي رجال والله تبكي الثوب والشماغ هذا وشماغ انت تقول هسي قبل انا طالق بين رجالي وجهي طويل بين الرجال ما قلنا في وجهك شيء الثياب ما يبي يتجملني انا الحين بسالك سؤال انت الحين قمت من النوم تغسل وجهك بيدك الثنتين ولا باصابعك؟ باصابعي ما احتاج كيف تغسل؟ انت ما شفت الدريه هذه اللي وجهك؟ حرف النون ذا اللي وجهك حرف النون كذا النون يجيك كذا من على اساس هذا ما يمنحني هذا تاء لا تاء نقطه واحده لا نون حرف نون مسح النقطه مسح الحلاق على حرف نون ذا خذ العلم مني مشكلتي ما عندي سكسوك خذ العلم مني يا رجال شوف يا رجال شوف العلم مني دايره مو بسكسوك دايره مركبه كذا لا لا مركبه يا رجال ترق علمك ترق شنبك طول جندي اول ترق يا اخوي
كثرة مخالفاتي. ما له دخل مخالفاتي. قلت مخالفاتي ولا. يالله زينهم. ايش الحلاوة ذي؟ لك سرح وانجرح. ترى بيهفكم البرد يا جاويد. بيهفكم البرد برا. ترى ما فك فروتي. ليه يا اوه فرد صمته مش هبي نضوي ها ضوي يا اخي فروت يا رجال ضوين و... والله ما تسوي شيء بس يا اخي فروت تخرب الشخصيه كان فاتح ها والله تخرب الشخصيه بالعكس لو دخلت بالفرن قلت فيه لوني بس حساوي يا رجال مش نعاين هناك خلص عشاء ولا بعد عدني تقابلت اللحم كويس على بالي في حد رسب منهم عزوز عزوز وعزة عزوز اللحم ناجح ما حد سقط منهم اخي خلي عندك ريح رياضيه